ايه رأي حضرتك في ايفنت النهارده؟ هي الايفنت النهارده هايل جدا، بيضم يمكن خبرات متنوعه. الناس اللي كانت النهارده موجوده على البانل، دكتور محمد خطير والاساتذه كلهم اللي كانوا حاضرين، حقيقه اتصور انها كمان الاتندنس من الشباب الخريجين والناس اللي هم فريش جرادز، حقيقه حضورهم يعني كان مبهر جدا. اتصور انه النهارده الدسكشنز اللي تمت يا رب ان شاء الله تكون مفيده ليهم، وبالعكس هم كمان بيدونا روح ايجابيه حلوه كتير بتحسسنا ان لسه في امل كبير ان شاء الله في المستقبل اللي جاي. كان ايه مساهمه حضرتك والموضوعات اللي اتكلمتوا فيها عن ايفنت النهارده؟ يمكن احنا النهارده في البانل كنا بنتكلم اكتر على فكره بناء الشخصيه للمحامي اللي لسه فريش جراد، ازاي يضع خطه كويسه لاهدافه، ازاي يحدد الكارير باث بتاعه او مستقبل المهني بتاعه، لان طبعا في تحديات كتيره جدا بتكون موجوده يعني كاي حد خريج مش بس في المجال القانوني. مهنه المحاماه مهنه صعبه، فيها تحديات اكتر، ما بيبانش اثرها على المحامي وما بيحسش بنفسه ان هو فعلا ريلي كواليفايد غير بعد كذا سنه، فبالتالي بتحتاج منه مصابره وتعب اكتر، شغل اكتر. فكان دورنا النهارده يمكن على البانل ان احنا مش بس نشجعهم، لا نوضح لهم ويكون عندهم الوعي والرؤيه الكامله انه تقدر تساعده في انه ياخد يبقى عارف مهنه المحاماه دي قد ايه ليها قيمه، قد ايه ليها رساله، وان هو يقدر ينتقل بيها انه يكون شخصيه متميزه. وايه اللي حضرتك حابب تشوفه في ايفنت على المنصه المره الجايه؟ الحقيقه النهارده الايفنت كان مليان حاجات كتير هايله، انا شخصيا يعني استمتعت بيها وفوجئت كمان بيها جدا. لو بنتكلم على فور فيوتشر، اتصور ان احنا مش بس كمان عايزين نركز على المجتمع القانوني كمحامين بس، لا ممكن كمان يبقى عندنا اكسبوجر لقطاعات مختلفه زي الليجل ريسيرشر مثلا. ده مجال في مصر شويه محتاج ان يبقى فيه اهتمام، الناس اللي بتكتب بشكل قانوني يبقى فيه بابليكيشنز اكتر، يبقى كمان داخل يعني يبقى فيه ارتقاء كمان اكتر بان احنا نقدر نشوف ليجل كلينكس موجوده في الجامعات المصريه. دي هتثري بشكل كبير جدا في الشباب الخريجين وكمان بعد كده في سوق العمل.